نروح مع حضراتكم لنموذج مصري مشرف. نموذج مصري مشرف ومبهر في الحقيقة للمصريين سواء في الداخل أو في الخارج. دايما في السفر بنلاقي المصريين كده ليهم معدن مختلف، لما بتروح في أي مكان أو أي دولة خاصة طبعا أجنبية بتلاقي مصري، بتلاقي دايما ليه كده بصمة مختلفة وبيحاول دايما أنه يساعد خيره خاصة المصريين اللي عايشين هنا. هنروح عبر سكايب لنيوزيلندا، معانا الأستاذة شاهيناز سليمان المصرية المقيمة في نيوزيلندا. بنصبح عليكي ونعرف إيه الأخبار وكمان إيه المبادرة اللي حضرتك عملتيها. صباح الخير عليكي. يا صباح الفل، اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. يا استاذه شاهيناز، يعني المبادره الحقيقه غريبه من نوعها، مكتوب قدامي انك بتقدمي للوافدين الجدد الى نيوزيلندا خدمات بتقربهم من البلد اللي متغربين فيه وهي نيوزيلندا. طبعا نيوزيلندا الحقيقه الاحساس فيها بالغربه يكاد يكون مضاعف لانها بلد بعيده قوي، مش كده؟ مش الكلام اللي بقوله ده صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ لا بالظبط كلامك. طبعا يعني زمان اصلا ما كانش نسمع عن نيوزيلندا دي، يعني غير ان هي بتاعت الزبده بقى والحاجات اللي معروفه بيها يعني. صحيح. لكن بصراحه المبادره اللي انا يعني قمت بيها، يعني ان انا لما جيت انا من هنا من 10 سنين انا ما كنتش اعرف اي حاجه خالص عن دي، لان كانت بالنسبه لي مجهوله جدا. يعني انا وجودي، انا سافرنا انا وجودي لوحدنا، كان عندي وقتها 22 سنه يعني. فلما سافرنا انا كانت بالنسبه لي خالص يعني نيوزيلندا مكان مجهول، بس كنا فرحانين وكده. جينا بقى طبعا لما وصلنا صدمات، طب نعرف الحاجه ازاي منين الكلام ده كله يعني. فكانت طبعا اتعرضنا لمواقف كتير وصدمات كتير ساعتها. لا انا قلت لا ما ينفعش ان احنا يعني افضل عايشه كده، لا لازم ان انا اعمل حاجه نجمع بيها الجاليه المصريه، ومش بس المصريه لا كمان العربيه يعني، لان احنا كلنا كويت مع بعض يعني. فقررت ان انا اعمل جروب اللي هو تجمع المصريين العرب، ان انا بس اساعد بيهم المقيمين داخل نيوزيلندا، اوفر ليهم جميع المعلومات اللي يحتاجوها، اللي هي حتى الاكل والشرب، يجيبوا اكلهم منين، الايجارات بتبقى ماشيه ازاي مثلا، الشغل يدوروا فين المواقع، الحاجات دي كلها اللي هي الناس لما بتبقى جايه هنا يا ترى اروح فين ولا اجي منين. يعني انا بس مجرد ان انا توصلت المعلومات دي ما حبيتش ابدا 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 ان اي حد يمر بالصدمات اللي انا مريت بيها يعني. طبعا كانت مجرد حاجات بسيطه عملتها، لقيت ناس كتير بدات تيجي، والجروب بدأ يكبر، وما شاء الله دلوقتي بقى عندي يعني عندنا في الجروب يعني ناس تطوعت بالمساعدة ان هم يعني انا عايشة في مدينة اوكلاند اللي هي يعتبر اكبر مدينة في نيوزيلاند، فكمان ناس تطوعت بالتطوع ان هي تساعد الناس في المدينة اللي هم ساكنين فيها. فبقى معانا فريق في التيم في بتاع الجروب هو بيساعد الناس كلها، اللي هي مثلا انا نزلت على اوكلاند بس هنقل مدينه ثانيه، طب انا اوريدي مش عارفه معلومات كتير في المدينه دي، فالناس اللي هناك بتحاول تتواصلوا معاهم اللي عنده خبره او كده في اي مدينه في نيوزيلندا بينقل خبرته. الجروب عليه قد ايه شاهيناز بقى يعني؟ وشاهيناز اعتقد الاسم كمان بينادوكي بيه. ايوه بالانجليزي صعب قوي بما اني اسمي شاهيناز، فبتلاقي نص الاسم اتاخد صح؟ مظبوط. يعني في كتير طبعا ما بتعرفش تنطقه، بس انا يعني عادي باخدها ان هي اسمي شاهيناز، انا عارفه ان هو اسمي عادي يعني. احنا الجروب عليه دلوقتي حوالي 900 عضو كلهم من داخل نيوزيلاند، لاني انا منعت تماما اي حد من خارج نيوزيلاند يدخل عليه، لانه خاص بالمقيمين داخل نيوزيلاند. بس علشان في ناس كتير بتبعت لي ان هي عايزه تعرف معلومات عن نيوزيلاند وكده، انشات بقى الصفحه اللي هي اسمها ليفنج نيوزيلاند باي شاهيناز دي، عشان اقدر اتواصل مع الناس وانقل لهم خبرتي، او مثلا اوصلهم بحد، او ان انا انقل لهم الحياه كلها شكلها عامل ازاي. وكمان علشان يشوفوها على الطبيعه عملت اللي هو القناه بتاعت اليوتيوب بنفس اسم الصفحه اللي هي ليفنج نيوزيلاند باي شاهيناز، عشان يشوفوا بالظبط نيوزيلاند عامله ازاي. يعني انا مش بعمل حاجه فيك او اي حاجه، لا حتى المعلومات اللي انا بجيبها من المواقع الرسميه بتاعت الحكومه اللي احنا بنستعملها. فيعني انا بحاول ان انا انقل لهم التجربه، عشان يبقى الناس اللي هي واخده قرار الهجره، واخده قرار السفر، او اوريدي جايين يبقوا شايفين البلد من قبل ما يجوا، يبقوا حاسين بالاطمئنان. لانه لما الواحد يطمئن يعني بيبقى ده حاجه جميله جدا يعني. المصريين كتير يا شاهيناز في نيوزيلندا؟
المصريين؟ والله انا ما عدتهمش، بس لا احنا كتير يعني من واقع الجروب. هو الجروب عليه 900 يعني من واقع الجروب اعداد الاعداد الهجره من مصر او يعني المصريين اعدادهم في تزايد في نيوزيلندا ولا ايه؟ بالضبط بالضبط. لا في كتير جدا يعني، وفي مدينه اوكلاند اغلبهم متركزين في شمال اوكلاند، لان حتى كمان امام المسجد بتاع شمال اوكلاند مصري الشيخ علاء المبارك. فاحنا اغلبنا متركزين في شمال اوكلاند يعني، بس طبعا في ناس كتير في يعني مصريين في جميع المدن في نيوزيلاند يعني، لحد كرايست تشيرش لحد جنوب نيوزيلاند كمان. طب على ذكر كرايست تشيرش، في عائلات بقى لها 30 سنه على ذكر كرايست تشيرش، انا كنت هسالك الحقيقه. طبعا كرايست تشيرش دي المدينه اللي حصل فيها منزعان بالضبط، لانه بالامس كان الذكرى الاولى مرت بالامس على حادث مقتل عدد كبير جدا من المسلمين في مسجد النور في مدينه كرايست تشيرش في نيوزيلندا. طبعا هي ذكرى مؤلمه بالفعل لكل الانسانيه اكيد، لكن انا عايز اعرف منك وانت من الداخل يعني تقول لنا وقع الحادثه دي كان عامل ازاي، ما بعد الحادثه دي كان الاوضاع شكلها ازاي، يعني ادينا صوره من الداخل يا شاهيناز. طيب انا هقول لك الصوره بكل شفافيه خالص يعني. طبعا لما حصلت الحادثه دي بغض النظر عن رئيس الوزراء عملت ايه، عشان ممكن نقول ان هي يعني عملت كده مجرد بروباجندا، لا انا هتكلم على الشعب النيوزيلندي اللي احنا بنتعامل معاه بشكل يومي. الشعب كله بدون استثناء يعني قام ما قعدش بسبب الحادثه، لان الناس لما انا محجبه زي ما انتم شايفين يعني، الناس تشوفني في الشارع تبكي ان هي ده حصل في نيوزيلندا. نيوزيلندا بلد امان، بلد سلام، بعيد عن اي مشاكل، بعيد عن اي حاجه خالص. كميه الورود اللي حصلت اللي اتحطت على المساجد في جميع انحاء نيوزيلندا كانت بشكل مهول يعني. انا نزلت بنفسي صورت في جميع مساجد اوكلاند، صورت كميه الورد اللي اتحط المدرسات بناتي في المدرسه. تعاطف كبير. لما نزلت ثاني يوم بقى لهم مدرسات جم وقعدوا يعيطوا ويقولوا لي انت كويسه، ولقيت ناس كتير بتكلمني من التيفيز يعني، احنا بنقول عن نيوزيلاند تيفيز، فهم بيكلموني بيطمنوا. طب قولي لي شاهيناز، بالفعل الشعب نيوزيلاند قولي لي، هو اغلب اللي بيسافروا ايه؟ هل الطلاب مثلا للعلم، هل للدراسه، هل للعمل؟ ايه اغلب الشرائح اللي بتسافر نيوزيلاند؟ لو بنتكلم على المصريين اغلبهم عائلات بتسافر كهجره للدراسه، قليلين جدا ان هم بيسافروا كطلاب، قليلين جدا جدا يعني. لكن ان هم كهجره وسفر لا، بيسافروا هجره والعمل يعني. وطبعا هنا العماله الماهره فدي طبعا بتبقى مستويات عاليه جدا. وما شاء الله هنا. خليني سريعا جدا يا شاهيناز، الازمه بتاعت كورونا اتعاملتوا معاها ازاي وانت بتعملي بقى جروب وسوشيال ميديا، وازاي ممكن توصلوا وتشوفي مين وتتابعوا؟ اكيد الموضوع كان مرهق بس في ترابط كبير، ايه اللي حصل كده بشكل سريع قوي؟ زي ما رئيسه الوزراء قالت، احنا تيم من 5 مليون، احنا تعدادنا نيوزيلاند كلها 5 مليون، احنا كان الفريق كله الشعب كله، كلنا تعاوننا، كلنا اتبعنا التعليمات السلامه، كلنا حظر يبقى حظر تماما، كله اتقفل، ما فيش حاجه مثلا حظر من الساعه كذا للساعه كذا، لا كله تماما كان حظر. طبعا لو يعني الهيلث لاين اللي هو خط الساخن يعني كان موجود، وكان الناس قاعده بترد، طبعا كان بيبقى فيه ويتنج شويه لان بسبب الضغط، بس لا كان فيه خط ساخن على طول. كمان العيادات بقت ان هي بتقدم الخدمات مجاني، ما فيش ما بياخدوش فيز من الناس، ما بياخدوش مصاريف من الناس. لو بتتكلم في التليفون لو انت عيان ما تجيش العياده، احنا هنعالجك وهنكلم لك المسؤول لو انت عندك كورونا. كان بصراحه الناس كلها في تعاون تماما تماما يعني. فده باختصار بالظبط اللي حصل. طبعا الجروب قربكم كتير جدا وخلاكم تعرفوا طبعا تفاصيل اكتر عن الكوفيد 19 والنصايح، اكيد يعني اكيد الحاجات دي بتقرب الناس من بعض، ده في البدايه، واكيد بيبقى في خبره كبيره جدا لما كل واحد يدي خبره من عنده او يشوف الموقف اللي حصل له يبتدي يتشارك مع الاخرين، طبعا جزء مهم. هو طبعا يا شاهيناز انت عارفه المثل المصري اللي بيقول الغريب اعمى ولو كان بصير، يعني انت منطلقه من هذا المثل، انت بتحاولي يعني بتقدمي ارشاد يزيل هذه الغشاوه من على عين
الغريب يعني وبتقربيه اكثر من يألف الغربه بشكل اسرع. نشكرك يعني. يا رب ان شاء الله تكون حاجه فايده والناس تكون فعلا بتبقى مبسوطه بيها يعني. تمام. طب يا شهناز انت ذكرت في بدايه اللقاء الزبده النيوزيلنديه يعني ان الشعب المصري في يعني لما تسال معظم الشعب المصري انت تعرف ايه عن نيوزيلندا ولا تعرف الزبده النيوزيلندية؟ هو ليه الزبده النيوزيلنديه مشهوره صحيح؟ والله هو على طول تقريبا الخضره وطبيعه الارض هنا والبقر لما بيجي ياكل الخضره هنا يبقى الحليب بتاعه والزبده والحاجات دي بيبقى له طعم خاص يعني. هو طبعا يعني عدد الابقار والغنم هنا اكثر من عدد البني ادمين يعني. نيوزيلندا بلد زراعيه طبعا معروف يعني. بس على فكره احنا عندنا زبده فلاحي برضو جميله جدا يعني اكيد انت عارفاها طبعا. والله الصراحه مفيش احلى من الزبده زبده الفلاح المصري. طيب نشكرك جدا. نشكرك وربنا يوفقكم دايما. شهيناز سليمان المصريه المقيمه في نيوزيلندا شكرا جزيلا ليكي ومثل مشرف شكرا لمصر بالتاكيد ومحاوله كده ان احنا دايما نبقى مساعدين لغيرنا ونحن دايما يعني نبقى في توافق كده مع بعض الناس خاصه في الغربه ده شيء مهم جدا.